معك. الو الو الو، ايه سامر، ما عم تسمعني؟ ما عم بسمعك، ما بعرف اذا انت عم تسمعني. ليك ليك، اليوم بالسهره بحكي معك. الو 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 سامر. شو؟ وي خلص أنا بحلها. حل شو؟ شو اللي بده حل؟ لك لا لا خلص أنا بدبرها. هي؟ مالي عم بفهم عليكي؟ لك لأنه وائل تبع ميس. نعم؟ كيف يعني تبع ميس؟ يعني شوفي هلأ هنن مو حب حب، بس هنن إنه كتير كلوز على بعض. قلتي لي كلوز. طيب وين المشكلة يعني؟ أنت ما رح تحكي معه موضوع حب وغرام؟ ما بدي أقول له شيء وما قال له، لأنه أكيد رح تزعل ورح تفكر إنه في شيء سر بيني وبينه. نهلا؟ بلا فلسفة مشان الله. شو عم تحكي معه أنت؟ عم تحكي معه بموضوع مشان أخده، مو موضوع عاطفي. طيب خلص. خلص أنا بدبره. بس بتقلي بدبره. دخلي انتي تبع مين؟ لا حبيبتي انا مالي تبع هالقصص بنوم. اي طبعا مبين. والله مشتاق لك كثير، طمني عنك انت. لا قاعد هيك قاعد متفرج على التلفزيون، قلت بحكي معك بندردش شوي. اكيد مشغول ها؟ الله يتم عليك، انت سفرات وروحات وجيات كل شغلك هيك. بالله كنت مسافر؟ سأل الله. وإمتى سافرت دخلك؟ أيوة. نعم. طيب إمتى رجعت؟ إيه الحمد لله على السلامة. لا أنا بهي الفترة كنت عم حاول أحكي معك، عم تطلع خارج التغطية ففكرتك مغير موبايلك أو شيء. أي ماشي صديقي، توصيني بشيء؟ إن شاء الله إن شاء الله يا رب نلتقي. مع السلامة. مع السلامة. لا ما عنده ولا أي فكرة عن الموضوع. معناتها حضرتك كنت مسافر بـ 13 أيلول. أركان الكذب. هلا طالما هو هيك عم يحكي قدام العالم ف معناتها أكيد ما بيطلع من القصة. أنت عم تحكي هيك لأنك ما بتعرفه لسامر. سامر رجال مكيود كتير، لسبب تافه ممكن ما ينام طول الليل، فكيف مشان هيك قصة؟ هلا هو أنت فكر فيها يعني، معه حق. ما معه حق؟ ما اختلفنا معه حق، بس أنا قصدي إذا لساته عم بيشتغل على هي القصة لهلا، معناتها لا بردت ولا رح تبرد. طيب شو؟ عم فكر وكل محامي وارفع دعوة طلاق. لك لا أحلك ربع، ما بصيرك تخنتيها كتير. ليش؟ لك شلون ليش؟ ما هو الزلمة تأذى بسببه، أنت بدك ترفعي عليه دعوة؟ شو أعمل يعني؟ ما بعرف، يعني أنا عم حط حالي بمطرحه. إذا الزلمة كان ناوي يطلق وبدك ترفعي عليه دعوة، ما عاد يطلق. معك حق. اسمعي مني شو بدي لك، هاي القصة تحديداً ما بحلها إلا الوقت. كيف يعني؟ يعني لازم تنتظر. يعني وضعه اليوم هو ما بيشبه وضعه هذيك الليلة، وضعه بعد شهر مو مثل اليوم. يعني هو إذا كان ناوي ينتقم منك وعنده هاي الرغبة فيوم بعد يوم عم بتخف. بعدين أنت ما بتعرفي أساساً إذا هو مطلقك ولا لا. شلون بدي أعرف؟ خلص تركي لي اياها انت شي يومين ثلاثه، انا بسال محامي او شي واحد بيشتغل بالقصر العدلي، هو بيشوف لي شو القصه كلياتها. بعدين انت تشجعي شوي وخليكي على تواصل مع اخوك، اكيد هو بيكون عرفان شي وبيخبرك اياه. معك حق. تأخلك مني ما؟ كثير. رح تخنقيني خنق. ما عباليك تحكي هذا الحكي. أنا شوي مخربط مكركب لأنه
يعني مشلوش بقصة زواج أختي وما بعرف شو بدي ساوي. لك إيه صحيح شو صار معكم؟ والله ما بعرف شو بدي قلك. أنا بدي زوجها بس بدون ما يصير في مشاكل بيني وبين أبو صلاح، بس كيف؟ ما بعرف. هاي نادر الله يرضى عليه ابني، بتضلي بتنقي فوق راسي وبتقولي لي نادر ونادر ونادر ونادر، ولما الواحد بيطلب منه شغله